استقبل معبر رفح البرية عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات اليوم إلى 51 شاحنة. في الأثناء تتعمد قوات الاحتلال اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. المزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. في هذه المتابعة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نرصد من مدينة العريش حالة الاصطفاف للشاحنات بامتداد الطرق المؤدية من مدينة العريش إلى مدينة الشيخ زويد ومن ثم إلى مدينة رفح، واستقبال معبر رفح البري اليوم ل 51 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والغذائية والطبية، وأيضا 4 شاحنات محملة بالمشتقات البترولية، في ظل تحذيرات أممية ودولية من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة ووقوف القطاع على شفا كارثة إنسانية من سياسة التجويع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل التعنت أيضا من الإجراءات التعسفية والتباطؤ والرفض والإغلاق في أحيان كثيرة المعابر أمام المساعدات الإنسانية. هذه هي الصورة وإليكم الكلمة.